يمكن أن أقول لك أخي الحبيب إن مفتاح الدخول للجنة، كلمة السر هي الصبر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن كل مؤمن لابد أن يطمح للجنة، لجنة الخلد، ويطمح أن يرضي الله سبحانه وتعالى. حتى تدخل الجنة لابد من صبر، والصبر يحتاج إلى بلاء، لأن الإنسان إذا توفرت له كل سبل الرفاهية على ماذا يصبر؟ لابد أن يكون هناك بلاء. ولكن هنا ميزة عظيمة من الخالق عز وجل، أن هذا البلاء الذي ينزله الله على عباده فيه مصلحة لهم. سأعطيك مثال على ذلك. أنت عندما تأخذ ابنك إلى الطبيب ويقول لك لديه مثلا مشكلة في مكان معين، لابد من بتر إصبعه مثلا، لا سمح الله، عندما تدرك أن هذا المرض يمكن أن يفتك به ويؤدي به إلى الموت، أنت تسارع وتسلم هذا الولد للطبيب راغما قانعا راضيا، بل وتشكره أن قطع جزء من ابنك، تشكره على وتعطيه ثمن ذلك. صحيح. لماذا؟ لأنك أدركت أن ما يقوم به هذا الجراح فيه مصلحة لحياة ابنك، ينقذه من الموت. البلاء الذي ينزله الله على الإنسان فيه مصلحة لك أيها الإنسان، فعندما ينزل البلاء على الإنسان، سواء كان مرضا أو فقرا أو حاجة أو ضر أو أذى أو سحر أو وسواس قهري أحيانا، إنما لينجيك الله من عذاب جهنم. ربما لو فتح عليك أبواب الدنيا وأغدق عليك العطاء، ما الذي سيحدث؟ ستنجرف وتغرك الدنيا، بل وربما يستحوذ عليك الشيطان وتكون معه في جهنم والعياذ بالله. لذلك الله عز وجل ينزل من البلاء ما يصلح به العبد. إذن مثل العملية الجراحية، وبالتالي أنا نستطيع أن نقول عفوا للمقطع تمحيص، عملية تمحيص، تمحيص نعم، وليمحص وثقة الله الذين آمنوا. هذا التمحيص وهذا الابتلاء وهذا الاختبار له هدف أن يرفع درجتك عند الله، وينقذك من عذاب الله، ويمنحك السعادة بعد الحزن. إذن البلاء، عندما أنا كإنسان مؤمن أدرك أن هذا البلاء فيه مصلحة لي، أنا أحب هذا البلاء، ينقلب حالي إلى حال إنسان يرضى بهذا البلاء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، نعم، ويسعد بهذا البلاء، لأن الله تعالى كما تفضلت قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا البلاء دائما فيه مصلحة لك أيها الإنسان، لكي تصبر على هذا البلاء، فتنجو بنفسك من عذاب الله، وترفع عند الله درجات عالية جدا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد في كثير من الأحاديث أن درجة المؤمن، يعني مهما قام من عمل لا يبلغ منزلة معينة بأعماله، فالله يبتليه بما يكره. يعني الله عندما يكتب منزلة لعبد لا يستطيع أن يبلغها بعمل مهما حاول، حتى لو أنفق ما في الأرض جميعا، ولو قام الليل وصام النهار وفعل كل شيء، لا يبلغها إلا أن يبتليه الله بما يكره. أنت تكره الظلم، يبتليك الله بالظلم، تكره الأذى، يبتليك الله بأذى، تكره المرض، يبتليك الله بمرض، وهكذا. فيبتليه بما يكره حتى يبلغه هذه المنزلة العالية عنده. إذن أنا عندما أعلم هذه المعلومة سأرضى، سأقتنع، سأفرح برحمة الله،
وسأحمد الله على ذلك كما فعل سيدنا يعقوب عليه السلام. نعم. فقد ابنه وقالوا أكله الذئب وهو يعلم أنهم كاذبون. عدة ابتلاءات تعرض له. نعم. وقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني افتروا على أخيهم وآذوه وحاولوا قتله، كذا كذا، مجموعة من الابتلاءات. عندما علم سيدنا يعقوب أن هذا كله خير فيما بعد قال فصبر جميل. إذن نحن هنا أمام أنواع من الصبر، على رأسها الصبر الجميل، صبر سيدنا يعقوب عليه السلام. وهذا الصبر يحتاج إلى علم. يعني أنت عندما تعلم أن هذا البلاء فيه خير، لأن سيدنا يعقوب عندما أخبره ابنه عن سيدنا يوسف عن المنام الرؤيا التي رآها، وعلم أنه سيصبح ملكا، لأن تأويل الرؤيا هكذا يقول، فإذا أي بلاء يصيبه هي مراحل لابد منها لتوصله إلى عرش الملك. فسيدنا يوسف ابتلي أولا من قبل إخوته، ألقوه في الجب، وابتلي من قبل امرأة العزيز، وقبل ذلك وشروه بثمن بخس استخفوا به كثيرا، ابتلي في السجن، ابتلي أن امرأة العزيز افترت عليه وراودته إلى آخره، ولكن كل هذه الابتلاءات كان ثمنها أن أصبح ملكا لدولة عظمى في ذلك الوقت هي مصر. وعندما قال إخوته تالله لقد آثرك الله علينا، ماذا قال؟ قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن التقوى لا تكفي، والعبادة لا تكفي، والزهد لا يكفي، والصدقة لا تكفي، يجب أن ترفق بالصبر. إنه من يتقي ويصبر. بارك الله فيكم. طيب يعني ما زلنا مع العطاء الطيب الكريم منكم، بارك الله فيكم، يعني حتى يعني لا نشتت السادة المشاهدين، نقتصر على بقى الصبر بمعنى الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. ونبدأ بتحديد المفاهيم، مفهوم الصبر. الصبر أول شيء، لا معنى للصبر من دون علم. يعني أنا عندما أعلم نتيجة هذا الصبر سيصبح للصبر معنى، تتذوق معنى الصبر، تجد له حلاوة مثل سيدنا يعقوب. أما الصبر بالمعنى العام، الملحد يصبر والكافر يصبر وكل الناس يصبرون. يعني عندما ضرب وباء كورونا الأرض كل الناس صبروا، ولكن هل كل الناس رضوا؟ هل صبروا صبرا جميلا؟ هل كان صبرهم ابتغاء وجه الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. نعم. إذن الصبر يجب أن يكون ابتغاء وجه الله. أما بقية أنواع الصبر، الحيوان يصبر أن إذا فقد الماء فقد الطعام. نعم. يمكن أن تأتي بحيوان وتربطه فيصبر، ولكن هذا صبر لا معنى له. إذن الصبر المقصود به في القرآن الكريم هو الصبر الذي يترافق مع العلم والرضا والقناعة، وأن تحمد الله على ذلك. الله أكبر. ولذلك هناك دلالات هنتعرض لها إن شاء الله خلال سرد الحلقة. ربط الصبر بهذه الأشياء، هذه الأمور. بالضبط. فإذا الصبر الذي يدخلك الجنة ليس هو الصبر عندما تشعر أنك مرغم عليه. يعني هناك إنسان فقير معدم، ولكنه مرغم على أن يصبر، ولكن لا يحمد الله، وإذا سألته يقول لك أنا ماذا فعلت حتى يعاقبني الله بهذا الأمر، كأنما يشكو الله لعباد الله، يتذمر، يتمنى الموت أحيانا، يشكو للناس. إذن أين الصبر الحقيقي؟ لا، هذا ليس صبرا، هذا عبارة عن صبر بيولوجي. الصبر يعني أي مخلوق يصبر، يعني صبر كائن حي، صبر كافر، صبر ملحد، لا قيمة له
بالنسبة لله سبحانه وتعالى. الله يريد منك الصبر الجميل، أن تصبر وأنت مقتنع أن البلاء الذي أنت فيه فيه خير لك، تماما مثل كل الأنبياء عندما صبروا. سيدنا نوح صبر 950 سنة على قومه، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. طيب، ما الذي يجعل نبيا كريما مثل سيدنا نوح 950 سنة وهو صابر على الدعوة إلى الله؟ وكل هذا الصبر يقول الله تعالى في نهاية القصة: وما آمن معه إلا قليل. وصبر على حتى على أذى زوجته، حتى امرأته كانت كافرة وصبر عليها، وصبر على استهزاء قومه به، وصبر على ابنه. ابنه كان كافرا لم يؤمن. طيب، ما الذي يجعل إنسان كريم مثل سيدنا نوح يصبر 950 سنة؟ لأنه علم أن هذا الصبر نتيجته الجنة، له جزاء، له جزاء وله أجر. نعم بالضبط. نعم. وعلم أن هذا العمل يرضي الله. يعني أنا صبري على الكوارث، على المصائب، على الابتلاءات، على الوباء، عندما أعلم أنه يرضي الله سبحانه وتعالى فهذا الأمر فيه سعادة لي. يعني خذ مثال بسيط. أنت إذا كنت تعمل عند مدير شركة مثلا، وهذا المدير شعرت أنه يرضى عنك، تشعر بسعادة كبيرة، وهو عبد مثلك لا يضر ولا ينفع. فمجرد أن يشعر الإنسان أن الله رضي عنه فهذه سعادة كبيرة جدا. لذلك سيدنا يعقوب لماذا قال فصبر جميل؟ لأنه كان سعيدا، كان رغم ما تحمله من أذى نفسي. بالضبط. يعني تخيل أولادك يقولون إن أبانا لفي ضلال مبين. تصور، يعني هاي مواساة لنا أيضا. صحيح. أن كل إنسان إذا آذاه ابنه أو أولاده أو عقه يتحمل ويصبر، يتذكر سيدنا يعقوب، اقتداء بسيدنا يعقوب. نعم، كيف أنه صبر وتحمل. وسيدنا يوسف صبر أيضا. صحيح. وكافأ الله سيدنا يعقوب أن رد عليه بصره، ورد عليه ابنه، وفرحه بابنه. نعم. أن رده له بعد كما يقال في بعض التفاسير 40 سنة، وهو لم ييأس من روح الله. يعني حتى عندما جاء أبناؤه وقالوا له: ستهلك إذا بقيت تفكر بيوسف، يعني انتهى لا تفكر. على الرغم من ذلك قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. إنه لا يأس، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اعتبر أن اليأس كفر. لذلك أنا دائما والله يعني أجد في آيات القرآن بالنسبة للأحبة الذين يشاهدوننا الآن: عليكم بالعلم، يجب أن تعلم أن هذا الصبر له درجة عالية عالية عند الله. يعني الطالب الذي يجلس في امتحان الثانوية العامة يحرم نفسه من المتع، الخروج واللعب، وأي وسائل ترفيهية، ويسهر الليل ويتعب. طيب، من أجل ماذا؟ وهو سعيد. نعم. هو سعيد. إذا نقول يعني هو كف. نعم. النفس عن الجزع. بالضبط. أو بالزبط. تحمل. نعم. النفس على ما تكره. بالضبط. نعم. بالضبط. أن تتحمل، لأن هذه المكاره أو هذا الكره الذي تكرهه فيه خير، تماما مثل المثال الذي قلنا: طفل غالي عليك جدا وأنت تسلمه للطبيب ليقطع يده التي فيها مرض سينتشر في جسده، وأنت راغم وقانع، وبعد أن تنجح العملية تفرح وتضحك. صحيح. مع أن الحدث ما هو؟ قطع يد. صحيح. طيب، بالنسبة للجاهل الذي لا يعرف هذه الأشياء،
يقول انظر كيف سلم ابنه لشخص يقطع يده، سيقول صحيح. هذا إنسان لا صحيح. ليس لديه عقل صحيح. صحيح. لأنه لا يعلم لا يعلم العواقب لا ولا ولا يعلم ما هي حقيقة الأمر. أقول شخص جاهل جاء من الخارج نعم. رأى فقط طفل تقطع يده، ما الذي سيقوله؟ صحيح. سيقول عن الطبيب مجرم والأب مختل يعني صحيح. صحيح. أما عندما دخل وعلم أن هذه عملية فيها إحياء، هدفها إحياء نفس نعم. وإنقاذ إنسان من الموت، إذن في هذه الحالة ما الذي سيحدث؟ سيقدر عمل هذا الطبيب وسيقدر عمل الأب، وبالتالي سيكون يعني هناك تفسير لهذا البلاء. وبالتالي نحن بحاجة أن نعلم معنى البلاء لكي نتذوق لذة الصبر. طيب نأخذ بقى هذه الجزئية من حضرتك نعم. معنى البلاء طيب البلاء ما دام صدر من الله عز وجل فيه خير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بخير ولا يعطينا إلا الخير، والله يريد لنا الخير وإلا لما خلقنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم أن هذا الإنسان مثلا سيكفر أو سيطغى، أو أن أبواب الدنيا إذا فتحت عليه سيلحد والعياذ بالله. طيب يبتليه مجموعة من الابتلاءات، طبعا هو كإنسان يعيش داخل هذا البلاء ربما يجهل ما الذي يحدث، فالجهل سيؤدي به للتذمر، سيرفض هذا البلاء، سيقول ما ذنبي أنا، لماذا فلان غني وأنا فقير، لماذا فلان سعيد وفرح وأنا شقي وتعيس. هنا بدأ مرحلة السخط وصراع مع النفس وسببه الجهل كما قلنا. أما لو علم أن هذا الضيق الذي أراده الله لي في هذه المرحلة فيه خير لي، وهناك انفراجة ستأتي قريبا كما وعدني الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلولا البلاء الإنسان ينسى الدعاء، ينسى أن يلجأ إلى الله. سيدنا ذنون عليه السلام، يونس عليه السلام، سيدنا يونس نعم. ذنون ابتلاه الله، فعندما التقمه الحوت أصبح في ظلمات بطن الحوت نعم. وفي ظلمات البحر وفي ظلمات الليل نعم. إذن مجموعة ثلاث ظلمات من الظلمات نعم صحيح. طيب في هذا الموقف العصيب انظر كمية الصدق التي يشعر بها الإنسان، لجأ في هذا لجأ إلى الله نعم. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعندما استجاب له الله هذا الدعاء ونجاه، وقال سبحانه وتعالى وكذلك ننجي المؤمنين، إذن البلاء قاد هذا النبي الكريم للصبر وللإخلاص وللدعاء. طيب لنفرض أن الله أغدق عليه العطاء، ربما ينسى، ربما يجحد، ربما يلهو، وبالتالي عندما يحبك الله يأتي بك لعنده، يأتي بك. كيف يأتي بك؟ يجبرك أن تدعوه من خلال البلاء، يجبرك أن تصبر من خلال البلاء، وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى. طيب يعني حضرتك قلت لي أن لابد أن من العلم حتى نصبر، ماذا عن الشباب اللي يعيش في الخارج أو في بلد أوروبية أو في غابات استوائية أو في أماكن يعني نائية، كيف نصل به إلى العلم حتى يصبر ويصبر نفسه على ابتلاءات الدنيا ومحن الدنيا؟ التدبر. لأنظر القرآن الكريم لم يقل لك أفلا يحفظون القرآن، لأن كثير من الناس يحفظ القرآن ولا يفقه منه شيئا. لم يقل لك أفلا يقرؤون القرآن، لأن الكثير يمكن أن يقرأ ولا يفهم، ولكن الأمر الإلهي هنا جاء أفلا
يتدبرون القرآن. ما معنى التدبر؟ أن تتتبع أدبار الشيء، تتتبع أثر الشيء. تتتبع هذه الكلمة أين وردت في القرآن؟ لماذا قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين؟ لماذا بدأ بالبلاء وانتهى بالصبر هذه الآية؟ هنا التدبر. طيب ولنبلونكم، إذا من الذي يبلوني؟ هو الله، الله سبحانه وتعالى. إذا الله لا يختار لي شيء سيء. ألا أعلم من خلق وهو اللطف الخبير. وهو اللطف الخبير. نعم. ولنبلونكم، بما أن الله هو المبتلي فلا بد أن يكون هناك هدف، لأن صحيح. الله لا يضع شيئا عبثا في كونه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لترجعون. نعم. إذا هنا عندما أتدبر كلمة ولنبلونكم سيتولد لدي يقين أن هذا البلاء عاقبته لابد أن تكون خيرا، لأن الله لا يأتي إلا بخير. لا يأتي إلا بخير. صحيح. نعم. طيب عندما قال بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، شمل لك كل أنواع البلاء. صحيح. الخوف مطلق من أي شيء. نعم. العامل النفسي. الجوع العامل الجسدي. لأن الإنسان إذا ابتلي بالخوف والجوع كارثة. وبعدين نقص من الأموال. ونقص من الأموال والأنفس، تفقد أخ عزيز محب. والثمرات الرزق قليل. هنا لماذا قال وبشر الصابرين؟ إذن أنت هنا أمام إله عظيم يريد أن يخضعك لاختبار، يطلب منك أن تصبر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. الحكمة هو يعلمها. نعم. نعم. والحكمة بالنسبة لنا واضحة، هي أن الله يبتليك لأنه يحبك. نعم. لأنك انظر إلى شخص آخر لم يبتليه الله، ما هي النتيجة؟ فتح عليه أبواب الدنيا وفتحت عليه أبواب السماء وأبواب الرزق، جمع المليارات وطغى وتكبر ونسي الله ولم يبتلى بشيء. من وجهة نظر العوام هذا ما يعني يردده البعض، يعني مشكلة هذه. نعم. أن تقول والله ما ذنبي أنا. نعم. ابتلاني لا، الله يحبك سبحانه وتعالى. لا، لو كان المال فيه خير لأعطاه الله لحبيبه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. لو كانت الدنيا فيها خير لأعطاها الله للحبيب عليه الصلاة والسلام. لذلك انظر في القرآن كله، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. نعم. يعني نحن بحاجة لإعادة مفاهيم، إعادة صياغة مفاهيم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فالدنيا عندما تصب خيراتها صبا على إنسان ويتبع هذه الدنيا ثق تماما أنه سينسى وسيطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لذلك هنا يعني أنا أحب أن أقول مصطلح أن 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 يعني ثقافة البلاء، ثقافة نثقف أنفسنا أن البلاء هذا شيء جيد. المرض هدفه طبعا هو ظاهريا سيء. الفقر لا أحد يحب الفقر، لا أحد يحب المرض، لا أحد يحب الأذى أو الظلم. كل الناس يكرهون الظلم، ولكن هذا الظلم الذي تتعرض له فيه خير فيما بعد. فيجب أن تنظر إلى أبعد من كان عفوا للمقاطعة. كان سيدنا الشيخ ولدنا الحبيب رحمه الله سيدنا الشيخ محمد الراوي كان له كلمة وكم لله من منة في طي المكاره. سبحان الله. وكم لله من منة في طي المكاره. يعني تجد أن الفضل والمنة والفرح والسرور يكمن داخل ما تكرهه أنت. نعم. يعني الشيء أنا أكرهه ولكن هذا فيه خير وأنا لا أدركه. وهذا لخصه لنا القرآن كما قلنا في آية عظيمة،
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وفي آية أخرى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فإنك بأعيننا. وكأن الله يريد أن يقول لك إذا صبرت أيها الإنسان، لأن انتبه قبل أن أكمل، الآيات التي خاطب الله بها حبيبه عليه الصلاة والسلام أيضا هي موجهة لكل مؤمن من بعده، لأنه هو القدوة وهو الأسوة. فكأن الله يريد أن يقول لي ولك ولكل إنسان، إذا صبرت ابتغاء وجه الله فثق تماما أنك ستكون بأعيننا، أن الله سبحانه وتعالى سيراك سيهتم بك دائما، لن يتخلى عنك، سيعلم أو هو يعلم طبعا ما تحتاج ويهيئ لك الخير من قبل أن تطلبه. فإنك بأعيننا، هاتان الكلمتان فإنك بأعيننا تريحان النفس جدا إذا علم الإنسان معنى هذه الكلمات. ما معنى أن تكون بأعين الله؟ يعني تحت نظر الله، اهتمام الله بك، رعايته لك، حفظه لك، أمان من الخوف، من الجوع، من العطش، من الظلم. أنا أكرر المثال دائما، يعني لو أن إنسان مهم قال لك أنا معك وأنا عيني عليك ولا تقلق، ستشعر براحة نفسية كبيرة. فكيف إذا كان الملك سبحانه وتعالى هو من يقول لك فإنك بأعيننا؟ مهما كان همك كبيرا، مهما كانت المشاكل التي تعصف بك كبيرة جدا، الله أكبر، نعم الله أكبر، ولا تجد لها حلا، فإن هذه الآية كفيلة أن تشعرك بالطمأنينة، بالسعادة. ماذا أريد إذا كان الله معي ويقول لي فإنك بأعيننا؟ ماذا أريد بعد ذلك؟ تذكر هذه الآية الكريمة، فإنك بأعيننا، تذكر أنك إذا صبرت على هذا البلاء الله لن ينساك أبدا، الله عز وجل لن يتركك، وهو الذي قال لك إن الله مع الصابرين، إن الله لمع المحسنين، فإنك بأعيننا. كل هذا والله هو علاج وشفاء، هو دواء حقيقي لمشاكل العصر اليوم. يعني انظر، للأسف اليوم كثير من الناس يعاني من مشاكل كبيرة جدا ولكنه لا يلجأ إلى الله، والله عز وجل من كرمه أنه هو الذي ينادينا، هو الذي يدعونا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله يريدك أن تدعوه لأنه إله كريم، يريدك أن تذهب إليه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يريدك أن تعود إليه، أن ترجع إليه. لذلك عندما تحدث سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن يجب أن تعلم أنك ستعود إلى الله وسترجع إلى الله، لا مفر من ذلك. فأنت إذن بين يدي الله في الدنيا وفي الآخرة، فهذا الرجوع إلى الله يشعرك بالسعادة. طيب ماذا يحدث إذا قل إنا لله وإنا إليه راجعون؟ بكل بساطة الله سبحانه وتعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا صلوات الله تتنزل عليك، والصلوات هنا هي الرحمة وهي الحفظ. أنا ثقتي بالله كبيرة جدا أنه سيحفظني من شر كل شيء، لذلك أنا هاجس الخوف غير موجود عندي، هاجس الخوف من المستقبل الذي يعاني منه الكثير اليوم كما قلت لك بسبب ضغط مواقع الإنترنت والإعلام العالمي والأشياء التي تجعل الإنسان يخاف من المستقبل. هذا الأمر لا وجود له عند المؤمن الذي يثق بالله سبحانه وتعالى، لأن الخوف مصدره الشيطان، ويخوفونك بالذين من دونه. فعندما أنت تقرأ هذه الآيات إن الله مع الصابرين فإنك بأعيننا، عندما تعلم أن رحمة الله ستنزل عليك، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمهتدون هنا لا تقتصر فقط على هداية الإيمان، الإنسان يحتاج للهداية في كل شيء. إنسان أحيانا يريد أن يبحث عن عمل فلا يهتدي إلى العمل الصحيح، إنسان يبحث عن حل مشكلة في بيته أو خارج بيته لا يجد لها حلا عند الكريم سبحانه، يحتاج للهداية. إذن هنا الهداية التي تنزل على الإنسان ليست هداية الإيمان فقط،
بل هداية كيف يدير شؤون حياته، كيف يحل مشاكله، كيف يهتدي للرزق الصحيح، كيف يهتدي للعلم الصحيح، كيف يهتدي. أحيانا الإنسان يريد أن يشتري متاعا من متاع الدنيا، يحتاج إلى من يهديه للاختيار الصحيح. يعني اليوم يوجد علم هو فن اتخاذ القرار، هذا نوع أنواع الهداية. أن يهديك الله أن تتخذ قرارا سليما. مفاهيم القرآن كلها مترابطة، يعني لا تستطيع أن تتحدث عن الصبر من دون أن تتحدث عن البلاء، لا تستطيع أن تتحدث عن البلاء من دون أن تتحدث عن الرضا، لا تستطيع أن تتحدث عن الله عز وجل بدون أن تتحدث عن الحب. وإلا ما لماذا نعيش في الغرب؟ لماذا كثر لديهم الانتحار وكثر لديهم كثرت المشاكل والهموم النفسية والاكتئاب؟ ليس لديهم هدف. نحن من عظمة القرآن ومن نعمة الله علينا أنه بيّن لنا هدف هذه الدنيا مباشرة في كل آيات القرآن. كل آيات القرآن موجهة توجهك باتجاه هدف محدد هو الآخرة وليس الدنيا. الله يحب الصابرين. طيب لماذا قال الله إنه يحب الصابرين؟ كلمة الحب كلمة رقيقة جدا، تلامس أعماق الإنسان وأعماق القلوب. أنت يمكن أن تكرم إنسان، يمكن أن تعطي فقير، يمكن أن تؤدي خدمة لأحد، يمكن أن تتكلم كلاما طيبا مع جارك، يمكن أن تفعل الكثير من أنواع السلوك. ولكن أنت عندما تقول لإنسان إنك تحبه، هذا نوع عالي جدا من أنواع السلوك، أعلى من العطاء. فهنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ترتقي إلى مستوى عالي جدا في التفكير تجاه رب العالمين، وتقول في نفسك الله يحبني أنا. ستحب الصبر. سيدنا يعقوب ماذا قال؟ فصبر جميل، لأنه كان يسعى لمحبة الله سبحانه وتعالى. محبة الله شيء عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لماذا اتباع النبي يجلب لنا محبة الله؟ لأن كل التعاليم التي جاء بها النبي كلها خير وكلها فيها سعادة. طيب إذن هذه التعاليم هدفها أن تضمن لي السعادة والراحة النفسية. عندما أعلم أن الله عز وجل أمرني بهذا الأمر أو هذه التعاليم ليحفظ لي صحتي وليجعلني أكثر سعادة وطمأنينة وليجعلني أكثر حبا للحياة واطمئنانا في هذه الحياة، طيب ألا أحب هذا الإله العظيم؟ أنا سأحب إله يكرمني ويريد لي الخير أحبه. أنت إذا جاءك إنسان غريب أدى إليك معروفا تحبه وتقول له شكرا. طيب اليوم بعض الملحدين كل هذه النعم التي ينزلها الله عليهم لا تخرج من فمه كلمة الحمد لله، بل يجحد وجود الله وينكر وجود الله سبحانه الله. لذلك هنا عندما تشعر بمحبة الله لك، أنا أتصور هذا إحساس ينسيك الهموم، ينسيك الحزن والاكتئاب، بل يمنحك قوة هائلة أنك تشعر أن الله معك. وما على العبد إلا أن يحمد الله عز وجل. وأنت أقل شيء قول الحمد لله، يعني أقل ما يمكن. سيدنا يعقوب صبر كثيرا وكان يقول فصبر جميل، وكان يحمد الله سبحانه وتعالى، لم يكن يتذمر ولم وهكذا حال كل الأنبياء. سيدنا يونس عليه السلام عندما ابتلي وكان في بطن الحوت، هل يوجد أعظم من هذا البلاء أو هذا الهم؟ مباشرة عاد إلى الله وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت اعتراف بوحدانية الله، سبحانك تنزيه لله أن يظلمه. انظر وهو في البلاء يقول سبحانك، يعني يا رب أنت لا تفعل إلا الشيء الصح. وأخيرا اعترف أنه ظلم نفسه عندما خالف أمر الله وترك أمر الدعوة قبل أن يأذن له الله. إذن الحمد يكون في السراء والضراء، في المنع والعطاء، نعم والشدة والرخاء. وأعظم أنواع الحمد عندما تبتلى فتصبر وتحمد الله عز وجل. لماذا؟ لماذا نجد إنسان يحمد الله وإنسان لا يحمد الله على البلاء؟ موجود موجود طبعا في الواقع. الفرق فقط هو كمية العلم، إنسان يعلم وإنسان لا يعلم. والله تعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
نحن نقول هنا العلم بالله عز وجل وهو أعلى أنواع العلم. الله ابتلى إنسان بمرض، هذا الإنسان في قلبه هو يعلم أن هذا البلاء من الله، ويعلم أن الله يريد له الخير، ويعلم أنه لن يصرف عنه هذا البلاء إلا الله، لأنه قرأ قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهذا الضر لن يكشفه إلا الله. وبعد أن يكشف هذا الضر، الله عز وجل يكشف هذا الضر، سيكون هناك فرح وسعادة، وهذا يقين المؤمن الذي يجعله يقول الحمد لله. وفوق كل ذلك هو يعلم أن كل معاناة يعانيها هذا العبد فيها أجر عظيم عند الله، فهو يحمد الله على ذلك. الله. يعني يقول يا رب أنا أحمدك أن ابتليتني بهذا البلاء لترفعني عندك درجات عظيمة، يا رب أنا أحمدك لأنك اخترت لي الشيء الذي يناسبني. أحيانا الفقر يكون هو الأنسب بالنسبة للإنسان، والغنى يكون هو الأنسب بالنسبة لإنسان آخر لأنه سينفق في سبيل الله. وبالتالي هذه الأمور بكل بساطة عندما يصل الإنسان لهذا العلم يحمد الله. الإنسان الآخر لديه علم كبير ولكن في الدنيا وليس علم بالله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله أن نكون منهم جميعا. جزاكم الله خيرا. الصبر كما قلنا ونقول دائما مفتاح الجنة. كلمة السر التي تعبر بها إلى الجنة هي الصبر، والصبر لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان هناك بلاء أو ابتلاء أو اختبار أو ضيق في العيش أو ظلم أو أذى أو نقص أو خوف أو جوع أو حزن أو وسواس أو اكتئاب. مشاكل الدنيا كثيرة جدا، الإنسان قد يبتلى بأن يتعرض لظلم من أقرب الناس له، ولكن عندما يصبر ويحتسب ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يشعر بسعادة غامرة. فالصبر له أثر علمي أيضا وليس مجرد أثر نفسي أو أثر أخروي. معظم الناس يعتقد أن الصبر هدفه أن نحظى برضا الله فقط، وأن نحصل أو نحظى بالدار الآخرة أو بنعيم الآخرة. هذا صحيح، ولكن هناك فوائد عاجلة، الله يعطينا فوائد عاجلة للصبر لكي نتلذذ ونستمتع ونشعر بحلاوة الصبر. أكثر ما يدمر القلب اليوم هو الغضب. الغضب هو عكس الصبر، يعني أنت إما أن تغضب وتنفعل وتنتقم وتحقد وتحاول أن تفعل أي شيء لتأخذ حقك أو لتؤذي من أمامك أو تنتقم ممن أمامك، هذا طريق. الطريق الآخر هو أن تصبر وتحتسب وتهدأ. كل أطباء العالم يقولون لك إن الصبر هو الحل المثالي لمشاكل القلب، لأن الغضب ما الذي يحدث أصلا في جسد الإنسان عندما يغضب؟ يجب أن تعلم ما الذي يحدث حتى تعلم ماذا يحدث لحظة الصبر. عندما يغضب الإنسان فإنه يعود لغريزته الحيوانية، الغريزة الحيوانية التي وضعها الله في الكائنات الحية تجعل هذا الحيوان يغضب وينفعل ويركض ليصطاد الفريسة أو ليهرب من موقف ما. يعني الغضب هو رد فعل، صحيح. أحيانا يكون لا شعوري. ما الذي يحدث في القلب؟ القلب تتسارع دقاته، يسرع كثيرا، يضخ كميات كبيرة من الدم، نسبة السكر تزداد في الدم، كثير من الهرمونات تبدأ يعني تخرج بغزارة، لأن الجسم سيتهيأ للدفاع، لأن الجسم سيفهم أنه في حالة خطر. إذن شعور الغضب
الجسم يفهمه أنني أنا الآن في حالة غضب أستعد للقتال. هذا الأمر عندما يتكرر ما الذي يحدث للقلب؟ يشكل ضغط رهيب على القلب وعلى الدورة الدموية، لدرجة أن القلب يضعف، ويمكن أن يعني كثرة الغضب يمكن أن تسبب احتشاء في العضلة القلبية، وهذا الكلام معروف لدى جميع الأطباء، حتى إن معظم أو كثير من حالات الموت ما يسمى بالموت المفاجئ كما وجد العلماء نتيجة الدخلة تأتي بعد نوبة غضب بساعة أو ساعتين. طيب العكس ما هو؟ الصبر. الصبر، الصبر يوفر على جسدك كل هذا العناء وكل هذه الهرمونات التي تفرز وكل هذا الضغط الجسدي والنفسي، وهذه المضخة التي هي القلب ترتاح تهدأ. فهناك فوائد عاجلة لصحتك أيها الإنسان إذا صبرت، يعني هذا قبل تماما مثل الفوائد العاجلة للصيام أو للصلاة. أنت عندما تصوم، هناك بروفيسور أمريكي يعالج أمراض السرطان بالصيام فقط، بالامتناع عن الطعام والشراب واتباع نظام غذائي يقوم على أن تمتنع عن الطعام والشراب لمدة 16 ساعة كل يوم، حتى إنهم اخترعوا نوع لدينا هو الإسلام على الطريقة، الصيام على الطريقة الإسلامية، اسمه صيام 16-8. ماذا يعني 16-8؟ يعني تمتنع عن الطعام 16 ساعة وتأكل ما تشاء 8 ساعات، المجموع 24 ساعة. نفس النظام الصيام عندنا بالضبط. بالضبط. حتى إنهم كانوا يعتمدون على أنظمة أخرى، أن تشرب بعض العصائر أو بعض الكذا، كلها كان لا فائدة منها. قال يجب أن تمتنع لمدة 16 ساعة تقريبا لكي تمام. يقوم الكبد بعمله، ويقوم لابد من فترة طويلة تمنع عن جسدك الطعام والشرب. إذن الصيام أمرنا الله به وقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وخصص بابا لا يدخله إلا الصائمون، هو الريان، أبواب الجنة، وله فوائد كثيرة. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه بذلك اليوم عن النار 70 خريفا، صلى الله عليه وسلم. فوائد كثيرة كثيرة جدا، والصوم جنة وكذا وكذا وكذا، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولكن حزمة الفوائد هذه أحيانا الإنسان قد يغفل عنها، يتقاعس عنها، يقول لك يعني يوم القيامة نحن بعيدون عن يوم القيامة، فأعطاك فوائد عاجلة، أنت تصوم اليوم تأخذ فائدة بنفس اليوم، الصبر أنت تصبر تأخذ فائدة لقلبك ولحالتك النفسية، ولتتخلص من موضوع حب الانتقام لأن هذا الموضوع مدمر. إذن الصبر له أثر طيب على القلب وعلى الدماغ وعلى كل أعضاء الجسد. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال له يعني أوصيني، قال له لا تغضب، أوصيني لا تغضب، قالها ثلاثا. نعم. وبعدين في الآخر قال له لا تغضب ولك الجنة. صحيح. نعم. جزاكم صحيح. الله خيرا. نعم. ننتقل إلى نقطة أخرى باشمهندس. نعم. إلى الصبر بقى وكيفية تحقيقه على أرض الواقع. هناك من ابتلي بفقد عزيز لديه. نعم. هناك من ابتلي بفوات أمر دنيوي. هناك من ابتلي بعقوق ابن من أبنائي أو نشوز زوجتي. كيف يتحقق فينا الصبر بقيمته وفضله في حياتنا العملية؟ في حياتنا العملية أنت اليوم بالنسبة لنا نحن اليوم أنت مرغم على الصبر شئت أم أبيت. يعني عندما يصاب الإنسان بمرض ليس لديه أي حل آخر إلا أن يصبر. لا بس هناك فرق بين الصبر عن رضا وقناعة نفسية وعن راحة نفسية واطمئنان. نعم. قلبي. نعم. نعم. ولديه يعني حسن اليقين بأن جزاء الصبر عند الله سبحانه. نعم. وتعالى. والثاني بقى مجبر أخاك لا بطل يعني. إذن الصبر نوعان. نعم. نوع معظم الناس يصبر مرغم ومجبر. صحيح. ونوع صبر الرضا. نعم. يعني صبر إجبار
أو صبر إكراه، أنا مكره ليس أمامي أي طريق آخر. إنسان أصيب مثلا بمرض عضال وفشل الأطباء في علاجه، هو يصبر، ولكن هذا الصبر هل هو مكره عليه أم أنه يصبر صبر الرضا أنه راض؟ هنا الفرق بقى. فنحن في الواقع العملي النتيجة واحدة، أنا سأصبر ليس أمامي خيار آخر، ولكن هناك فرق كبير جدا بين صبر أن تكون مجبرا أو مكرها أو أن تكون راضيا. طب عفوا للمقاطعة، السؤال نعم عفوا للمقاطعة، يعني هل هناك يعني دلالة ربط بين الصبر والرضا ويعني أحدهما متركب على الآخر ولا؟ طبعا متلازمان متلازمان. فإذا السؤال الذي تفضلت به يمكن أن نعيد صياغته ونقول كيف نصبر صبر الرضا. نعم. هذا هو الذي نستفيد منه. نعم. أما الصبر الآخر كما قلنا كل الكائنات تصبر. طيب. ولكن من دون فائدة. صحيح. صبر الرضا، أولا أنا يجب أن أعلم أن الله عز وجل الذي خلق الكون وخلقني لأنه يحبني. الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. نعم. إذن الله أكرمني قبل أن يخلقني، أنا مكرم عند الله، والله يحبني لأنه دلني على طريق الخير. لذلك عندما يبتليني الله ببلاء معين، بمشكلة معينة، أقع في مشكلة لا أجد لها حلا، يجب أن أعلم أن الله عز وجل له حكمة وهدف عظيم من وراء هذا الابتلاء وليس عشوائيا. فعندما أصاب بهذا البلاء أول شيء يجب أن أرد هذا البلاء لله، هو صاحب البلاء وليس للظروف. يعني هناك إنسان يقول لك أنا لو لم أركب في هذه السيارة لم أصب بهذا الحادث، أنت السبب أو فلان السبب، أو لو أنني لم أفعل كذا لما وقعت في كذا، سيعيش في دوامة من الحزن والاكتئاب والقلق والتساؤلات والهم والغم. نقول لا، القرآن أراحنا في آية كلماتها قليلة ولكن إذا أردت أن تتفكر وتتدبر تحتاج إلى سنوات، معاني كثيرة. نعم نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يردك بخير فلا رد لفضله. نعم. نعم. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن أنا عندما أعلم أن الله عز وجل هو الذي ابتلاني، أول شيء أنا ألغيت قانون الاحتمالات أن فلان وفلان وفلان وفلان، وتخلصت من لوم النفس أنني ألوم نفسي لماذا فعلت كذا لماذا كذا لماذا كذا، تخلصت من وساوس الشيطان هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن لو تفتح عمل الشيطان، تخلصت من مخاوف الشيطان ووساوسه وعلمت أن هذا البلاء الله هو الذي ابتلاني به وأنه لن يكشف هذا الضر إلا الله، إذن أنا مباشرة ألجأ إلى الله بالدعاء. الله أكبر. وما دمت بدأت بالدعاء، سيدنا أيوب صبر كثيرا، استحى أن يطلب من ربه أن يشفيه. انظر إلى ماذا قال. نعم. انظر إلى أدب الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طب أين لم يطلب الشفاء، لم يقل يا رب اشفني، يا رب أعطني. هذا من أدب الأنبياء، من ومن لأنه علم أن الله أعلم بحاله سبحانه وتعالى. يعني أنا لا داعي أن أطلب من الله، الله يعلم، هو الذي ابتلاني وهو الذي يكشف. ولكن هو يناجي ربه، يعني رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش اشفني، ولم يقل اشفني، ولم يقل ارزقني، ولم يقل يا رب أبعد عني كذا أو نجي أو مثلا أبعد عني الشيطان. طب عفوا يعني نقف عند هذه الجزئية. نعم. في سورة الشعراء
فضلت الأستاذ يعني لما ربنا وإذا مرضت ولم يقل وإذا أمرضني بالضبط نسب المرض لنفسي نعم ملمح برضو يريد أن يوضح للسادة المشاهدين وإذا مرضت فهو يشفين نعم الأنبياء لاحظ كل الأنبياء يعني مثلا سيدنا زكريا لم يقل يا رب أرزقني الولد صح؟ لا يوجد في القرآن هذا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سلم القضية لله يا رب يعني أنا وحيد لا تتركني وحيدا لاحظ يعني فهؤلاء الأنبياء علموا من هو الله فسيدنا إبراهيم علم أن له ربا يرزقه يطعمني ويسقين يهدين يشفين يميتني ثم يحيين فإذا أنا لي إله عظيم أنا ذاهب إليه وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هذا الإله إنه كان بي حفيا إنه يعني الله لن يتخلى عني بهذا المعنى فأنا أريد من كل أخ حبيب وأخ صابر أن يعتبر أن الله عز وجل قريب منا جدا يريد لك الخير الله يحبك ويحب لك الخير إذا صبرت يعطيك فوائد عاجلة لراحة جسدك ولت يعني لتحصل على نفسية هادئة لأن اليوم مرض يعني الاضطراب الاكتئاب والقلق مدمر جدا كثير من الناس يعاني لديهم مخاوف ولديهم قلق ولديهم كذا ضيق الرزق السبب عدم إحساسك بالقرب من الله عز وجل يعني مهم جدا أن تشعر أنك قريب من الملك سبحانه وتعالى لأن هذا الإحساس يعطيك قوة ويعطيك راحة نفسية يعني الله عز وجل يقول لك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أنا كيف أحصل على هذا الإحساس إحساس القوة من خلال ثقتي بالله عز وجل وبالتالي ما دام هذا الإله هو الذي ابتلاني وهو الذي أراد لي هذا البلاء لابد أن يكون فيه الخير لذلك أنا أصبر وأرضى وكما قلت الصبر لا ينفصل عن الرضا أبدا الصبر والرضا متلازما الصبر بالمعنى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم يعني عندما تصبر ابتغاء وجه الله يجب أن تكون راضيا بشكل كامل بقضاء الله عز وجل لذلك هنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه لماذا رضوا عنه نحن بحاجة أن يرضى الله عنا ولكن هل الله يحتاج أن نرضى عنه لا ولكن أنا عندما أرضى عن الله هذا فيه فائدة مادية لي أنا لماذا لأنك أنت عندما تقوم بعمل وأنت مقتنع به كم هناك فرق شاسع أن تقوم بعمل وأنت مقتنع أو تقوم بنفس العمل وأنت مجبر عليه مكره عليه صحيح. إذا كنت مقتنع ستعمل بحب. 24 ساعة صحيح. ولا تمل صحيح. وإذا كنت كاره لهذا العمل ما بتصدق يخلص بقى بسرعة يعني وضع تعيس جدا صحيح. يعيشه الإنسان لذلك أنت عندما تصبر وأنت راض وأنت ترضى عن قضاء الله عز وجل ما معنى ورضوا عنه أي أنك رضيت بقضاء الله وقدر فيه بقضاء الله وبكل ما قدره الله لك وبكل ما قسمه الله لك وبكل ما ابتلاك الله به أنت راض ولذلك أستاذنا وهذا يعني معنى تذوق الإيمان لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر على أن نعود مرة ثانية يعني عندما تأتينا كلمة من عيوني نعم حينما نطلب من أحد الأعزاء نعم. طلب يقول لنا إيه من عيوني نعم. كم نعم. تفرحنا هذه الكلمة فما بالنا نعم. إذا قال لنا المولى سبحانه وتعالى واصبر الحكم ربك فإنك بأعيننا نعم. ده يعني يطرح تساؤل
هل هناك دلالة من ربط معية الله سبحانه وتعالى بهذه الآية وبالصبر؟ معنى عظيم جدا جدا جدا. سبحان الله، يعني أولا أشكرك أنت تختار يعني ما شاء الله يعني مواضيع دقيقة جدا وتحتاج إلى تركيز، لأن تدبر القرآن الحقيقة يحتاج إلى تركيز وتفكير عميق. فإنك بأعيننا، يعني هذا أعلى من الآية التي تقول إن الله مع الصابرين. هنا درجة أعلى، فإنك بأعيننا، وكأن الله يريد أن يقول لك إذا صبرت أيها الإنسان. لأن انتبه قبل أن أكمل، الآيات التي خاطب الله بها حبيبه عليه الصلاة والسلام أيضا هي موجهة لكل مؤمن من بعده، لأنه هو القدوة وهو الأسوة. فكأن الله يريد أن يقول لي ولك ولكل إنسان، إذا صبرت ابتغاء وجه الله فثق تماما أنك ستكون بأعيننا، أن الله سبحانه وتعالى سيراك، سيهتم بك دائما، لن يتخلى عنك، سيعلم أو هو يعلم طبعا ما تحتاج، ويهيئ لك الخير من قبل أن تطلبه. فإنك بأعيننا، هاتان الكلمتان فإنك بأعيننا تريحان النفس جدا إذا علم الإنسان معنى هذه الكلمات. ما معنى أن تكون بأعين الله؟ يعني تحت نظر الله، اهتمام الله بك، رعايته لك، حفظه لك، أمانه وضمانه، أمان من الخوف، من الجوع، من العطش، من الظلم. يعني أنا أكرر المثال دائما، يعني لو أن إنسان مهم قال لك أنا معك وأنا عيني عليك ولا تقلق، ستشعر براحة نفسية كبيرة. فكيف إذا كان الملك سبحانه وتعالى هو من يقول لك فإنك بأعيننا؟ مهما كان همك كبيرا، مهما كانت المشاكل التي تعصف بك كبيرة جدا، الله أكبر، نعم الله أكبر، ولا تجد لها حلا، فإن هذه الآية كفيلة أن تشعرك بالطمأنينة، بالسعادة. يعني ماذا أريد إذا كان الله معي ويقول لي فإنك بأعيننا؟ ماذا أريد بعد ذلك؟ يعني هل أطمح أن يكرمني فلان أو فلان أو فلان من الناس؟ أصبح في أمان الله وضمان الله وكان في الله ورعاية الله، خلاص موضوع انتهى. صحيح. لذلك هنا أنا أحب من كل أخ كريم يعاني من مرض أو بلاء أو مشكلة، أو له حاجة عند أحد ولا تقضى، أو مبتلى بفقر، مبتلى بظلم، مبتلى بأذى، إنسان قد تظلمه زوجته، قد يظلمه أبناؤه، قد يظلمه إخوته، هذا الإنسان تذكر هذه الآية الكريمة فإنك بأعيننا. تذكر أنك إذا صبرت على هذا البلاء الله لن ينساك أبدا، الله عز وجل لن يتركك، وهو الذي قال لك إن الله مع الصابرين، إن الله لمع المحسنين، فإنك بأعيننا. كل هذا والله هو علاج وشفاء، وهو دواء حقيقي لمشاكل العصر اليوم. يعني انظر، للأسف اليوم كثير من الناس يعاني من مشاكل كبيرة جدا ولكنه لا يلجأ إلى الله. والله عز وجل من كرمه أنه هو الذي ينادينا، هو الذي يدعونا، أما يجيب المضطر إذا دعاه. شوف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله يريدك أن تدعوه لأنه إله كريم، يريدك أن تذهب إليه، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين،
يريدك أن تعود إليه، أن ترجع إليه. لذلك عندما تحدث سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة نعم. قالوا إن لله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله قالوا إن لله إن لله وإن إليه راجعون راجعون. إذن يجب أن تعلم أنك ستعود إلى الله وسترجع إلى الله، لا مفر من ذلك، وأن إلى ربك المنتهى نعم. فأنت إذن بين يدي الله في الدنيا وفي الآخرة، فهذا الرجوع إلى الله يشعرك بالسعادة. طيب ماذا يحدث إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون؟ بكل بساطة الله سبحانه وتعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا صلوات الله تتنزل عليك، والصلوات هنا هي الرحمة وهي الحفظ. أنا ثقتي بالله كبيرة جدا أنه سيحفظني من شر كل شيء، لذلك أنا هاجس الخوف غير موجود عندي، هاجس الخوف من المستقبل الذي يعاني منه الكثير اليوم كما قلت لك بسبب ضغط مواقع الإنترنت والإعلام العالمي والأشياء التي تجعل الإنسان يخاف من المستقبل. هذا الأمر لا وجود له عند المؤمن الذي يثق بالله سبحانه وتعالى، لأن الخوف مصدره الشيطان، ويخوفونك بالذين من دونه. فعندما أنت يعني تقرأ هذه الآيات إن الله مع الصابرين، فإنك بأعيننا، عندما تعلم أن رحمة الله ستنزل عليك، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمهتدون هنا لا تقتصر فقط على هداية الإيمان، الإنسان يحتاج للهداية في كل شيء. إنسان أحيانا يريد أن يبحث عن عمل فلا يهتدي إلى العمل الصحيح، إنسان يبحث عن حل مشكلة في بيته أو خارج بيته لا يجد لها حلا عند الكريم سبحانه، يحتاج للهداية. إذن هنا الهداية التي تنزل على الإنسان ليست هداية الإيمان فقط، بل هداية كيف يدير شؤون حياته، كيف يحل مشاكله، كيف يهتدي للرزق الصحيح، كيف يهتدي للعلم الصحيح، كيف يهتدي أحيانا الإنسان يريد أن يشتري متاعا من متاع الدنيا يحتاج إلى من يهديه للاختيار الصحيح. يعني اليوم يوجد علم هو فن اتخاذ القرار، هذا نوع أنواع الهداية، أن يهديك الله أن تتخذ قرارا سليما. ولذلك هنا يعني موضوع الصبر موضوع كبير جدا في القرآن العظيم، وموضوع حقيقة يعني يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر طويل جدا. من خلال حسن معايشتكم للقرآن نعم. تدبرا نعم. إن شاء الله سنظل مع الصبر إن شاء الله. والذين اهتدوا زادهم هدى نعم. يعني وكأني بخلاصة كلام حضرتك إن الكتالوج هذا الجسم هذا الإنسان من الذي خلقه؟ الكريم القادر اللطيف سبحانه وتعالى نعم. فعندما تتفاقم عليه المشاكل أو يوضع في مشكلة ما عليه أن يعود بالكتالوج بتاعه إلى الله. نعم نعم. صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم نعم. هذا ما فهمت من حضرتك. بالضبط بالضبط. طيب نأتي إلى التغليف بقى الآخر. كل هذه المعية وهذا الاحتواء وهذا الفضل من ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى حب، أو دليل على علامة الحب. دلالة ربط الصبر بالحب. والله ما والله يحب الصابرين. نعم. أحسنت سؤال. سؤال دقيق جدا. حفظكم الله. انظر سبحان الله مفاهيم القرآن كلها مترابطة، يعني لا تستطيع أن تتحدث عن الصبر من دون أن تتحدث عن البلاء، لا تستطيع أن تتحدث عن البلاء من دون أن تتحدث عن الرضا، لا تستطيع أن تتحدث عن الله عز وجل بدون أن تتحدث عن الحب. وإلا ما لماذا نعيش في الغرب؟ لماذا كثر لديهم الانتحار وكثر لديهم كثرة المشاكل والهموم النفسية والاكتئاب؟
ليس لديهم هدف. نحن من عظمة القرآن ومن نعمة الله علينا أنه بيّن لنا هدف هذه الدنيا مباشرة في كل آيات القرآن. كل آيات القرآن موجهة، توجهك باتجاه هدف محدد هو الآخرة وليس الدنيا. هنا الله يحب الصابرين. طيب لماذا قال الله إنه يحب الصابرين؟ يعني كلمة الحب كلمة رقيقة جدا تلامس أعماق الإنسان وأعماق القلوب. أنت يمكن أن تكرم إنسان، يمكن أن تعطي فقير، يمكن أن تؤدي خدمة لأحد، يمكن أن تتكلم كلاما طيبا مع جارك، يمكن أن تفعل كثير من أنواع السلوك. ولكن أنت عندما تقول لإنسان إنك تحبه، هذا نوع عالي جدا من أنواع السلوك، أعلى من العطاء وأعلى من الصدقة وأعلى من أن تقدم له خدمة أو كذا. فهنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ترتقي إلى مستوى عالي جدا في التفكير تجاه رب العالمين، وتقول في نفسك الله يحبني أنا. ستحب الصبر. سيدنا يعقوب ماذا قال؟ فصبر جميل، لأنه كان يسعى لمحبة الله سبحانه وتعالى. محبة الله شيء عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لماذا اتباع النبي يجلب لنا محبة الله؟ لأن كل التعاليم التي جاء بها النبي كلها خير، وكلها فيها سعادة، وكلها يعني مثلا عندما أمرنا هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام أن نحسن حتى للحيوانات، عندما أمرنا أن نكرم الجار قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. معظمنا يظن أن هذا الحديث هدفه فقط الآخرة، لا، في الدنيا له فوائد. صحيح. لأن هناك دراسة ألمانية أثبتت أن الجار السيء يمكن أن يصيب جيرانه أو جاره بنوبة قلبية مثلا، يسبب له مشاكل نفسية وجسدية. لماذا؟ لأن المعاملة السيئة بين الجيران تؤدي لضغط نفسي وغضب، ويمكن أن تقود لاحتشاء عضلة قلبية أو مشاكل كثيرة جدا. لذلك يقولون ابحث عن الجار الجيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أمرك أن تكرم جارك فيه خير لك ولجارك. فتخيل لو أن كل الناس طبقوا هذا الحديث، كل واحد يكرم جاره، ستختفي المشاكل تماما، وبالتالي سيزداد الحب بين الناس والتواد وصلة التراحم الإنساني. نعم. عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نتجنب النظر لما حرم الله، يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، والله أمرنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب هذا فيه خير لنا وفيه خير للمجتمع. أثبت العلماء أن النظر إلى النساء بشهوة وبخاصة أفلام الإباحية وغير ذلك يؤدي إلى تدمير جزء من خلايا الدماغ، منطقة الناصية، وهذه دراسة قامت بها جامعة كامبريدج الشهيرة بريطانيا، وأثبتت أن النظر إلى النساء العاريات أو الفاتنات أو بشهوة أو كذا أنه يفعل بالدماغ أو في الدماغ مفعول المخدر، مخدرات. وبالتالي يقول لك إذا أردت أن تعيش حياة صحية تجنب النظر إلى هذه الأمور. طيب إذن هذه التعاليم هدفها أن تضمن لي السعادة والراحة النفسية.
عندما أعلم أن الله عز وجل أمرني بهذا الأمر أو هذه التعاليم ليحفظ لي صحتي وليجعلني أكثر سعادة وطمأنينة وليجعلني أكثر يعني حبا للحياة واطمئنانا في هذه الحياة. طيب ألا أحب هذا الإله العظيم؟ سبحان الله. يعني سأحب إله يكرمني ويريد لي الخير أحبه. أنت إذا جاءك إنسان غريب أدى إليك معروفا تحبه وتقول له شكرا. طيب اليوم بعض الملحدين كل هذه النعم التي ينزلها الله عليهم لا تخرج من فمه كلمة الحمد لله، بل يجحد وجود الله وينكر وجود الله سبحان الله. لذلك هنا عندما تشعر بمحبة الله لك، أنا أتصور هذا إحساس ينسيك الهموم، ينسيك الحزن والاكتئاب، بل يمنحك قوة هائلة أنك تشعر أن الله معك. وما على العبد إلا أن يحمد الله عز وجل. وأنت أقل شيء قول الحمد لله، يعني أقل ما يمكن. الحمد لله يعني بتأخذني إلى 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 جزئية أناقش حضرتك فيها. الحمد لله معين لا ينضب. نعم. هذه الكلمة على رغم بساطتها كم أطفأت وجعا، كم أسكنت ألما، كم زرعت أملا في النفوس. نعم. هل هناك أثر أو ربط بين الحمد والصبر؟ والله كما قلنا يعني موضوع سيدنا يعقوب صبر كثيرا، وكان يقول فصبر جميل، وكان يحمد الله سبحانه وتعالى، لم يكن يتذمر، ولم وهكذا حال كل الأنبياء. يعني سيدنا يونس عليه السلام عندما ابتلي وكان في بطن الحوت، هل يوجد أعظم من هذا البلاء أو هذا الهم؟ مباشرة عاد إلى الله وقال لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت اعتراف بوحدانية الله، سبحانك تنزيه لله أن يظلمه، انظر وهو في البلاء يقول سبحانك، يعني يا رب أنت لا تفعل إلا الشيء الصح. وأخيرا اعترف أنه ظلم نفسه عندما خالف أمر الله وترك أمر الدعوة قبل أن يأذن له الله. إذن الحمد يكون في السراء والضراء، في المنع والعطاء، نعم، والشدة والرخاء. وأعظم أنواع الحمد عندما تبتلى فتصبر وتحمد الله عز وجل. لماذا؟ قبل ذلك، لماذا نجد إنسان يحمد الله وإنسان لا يحمد الله على البلاء؟ موجود. نعم. موجود طبعا في الواقع، صحيح. الفرق فقط هو كمية العلم، إنسان يعلم وإنسان لا يعلم. والله تعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بس عفوا باشمهندس، يعني هناك يعني ناس يعني لم تتوفر لهم فرص التعليم، غير متعلمين. نعم. يعني نعم. إلا أن تجد الراحة النفسية والرضا القلبي والاطمئنان لديه، وبالفعل بلسان اليقين ومنطق الحق المبين. نعم. يحمد الله سبحانه وتعالى. نعم. في السراء والضراء. نعم. لأنه فأنا بس يعني نوضح للسادة المشاهدين مفهوم العلم بالنسبة للجزئية. العلم ليس الحصول على شهادة. أيوة. نعم. لا يعني ذلك. حفظكم الله ورعاكم. نعم. لأننا إذا سنتحدث على العلم الأكاديمي الملحدون متفوقون أكثر منا بكثير، يعني يمتلكون ناصية العلم الحديث. أنا ما قصدت اليوم إلا بس التوضيح هذه الجزئية. نعم. نعم. حفظك الله. نحن نقول هنا العلم بالله عز وجل وهو أعلى أنواع العلم. بارك الله فيك. يعني الله ابتلى إنسان بمرض، هذا الإنسان في قلبه هو يعلم أن هذا البلاء من الله، ويعلم أن الله يريد له الخير، ويعلم أنه لن يصرف عنه هذا البلاء إلا الله، لأنه قرأ قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهذا الضر لن يكشفه إلا الله. وبعد أن يكشف هذا الضر، الله عز وجل يكشف هذا الضر، سيكون هناك فرح وسعادة، وهذا يقين المؤمن
الذي يجعله يقول الحمد لله، وفوق كل ذلك هو يعلم أن كل معاناة يعانيها هذا العبد فيها أجر عظيم عند الله، فهو يحمد الله على ذلك. يعني يقول: يا رب أنا أحمدك أن ابتليتني بهذا البلاء لترفعني عندك درجات عظيمة، يا رب أنا أحمدك لأنك أنت اخترت لي الخير لأن هذا البلاء سيصرفني عن الشر، يا رب أنا أحمدك لأنك اخترت لي الشيء الذي يناسبني. أحيانا الفقر يكون هو الأنسب بالنسبة للإنسان، والغنى يكون هو الأنسب بالنسبة لإنسان آخر لأنه سينفق في سبيل الله. وبالتالي هذه الأمور بكل بساطة عندما يصل الإنسان لهذا العلم يحمد الله. الإنسان الآخر لديه علم كبير ولكن في الدنيا وليس علم بالله سبحانه وتعالى، فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والذين درجات. أوتوا العلم درجات. نسأل الله أن نكون منهم جميعا. جزاكم الله خيرا. يعني في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم لحضرتك خالص الشكر والتقدير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تقومون به في ميزان حسناتكم ويزيدكم من فضله عطاء وفهما ودرسا وتدبرا للقرآن الكريم. شكرا إخوتي أخواتي على حسن المتابعة، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العزيمة هنا أيضا لها آلية للتشكل. يعني إنسان يقول لك: والله أنا ليس لدي قوة إرادة، كيف أمتلك قوة الإرادة؟ قوة الإرادة هذه تأتي عندما يكون لديك هدف تضعه أمامك وتدرك فوائد تحقيق هذا الهدف. عفوا، هل هي مكتسبة أم هي يعني تعتبر للعامل الوراثي؟ لا هي تحتاج إلى عمل. نعم، تحتاج إلى عمل وعلم، عمل وعلم. نعم. يعني مثال على ذلك: الطالب الذي يطمح أن يدرس مثلا في كلية الطب يدرس ليلا نهارا ويجتهد ليلا نهارا ويحرم نفسه من كل متع الحياة. طيب، ما الذي ولد لديه هذه الإرادة القوية؟ لماذا طالب آخر فشل في ذلك؟ ذهب يستمتع ويلهو ويعبث وعلى الموبايل ولا يهتم ويقول لك: ليس لدي إرادة. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق أن الأول الذي درس وتعب واجتهد أنه أدرك فوائد هذا الهدف الذي وضعه في رأسه، الثاني لم يدرك هذه الفوائد، لم يعلم ما الذي سيحدث له إذا ترك الدراسة وترك العلم وكم سيخسر. لذلك بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يصبر، الصبر يحتاج إلى عزيمة. كيف تتولد العزيمة؟ عندما نضع هدفا أمامنا هو لقاء الله. يعني أنا أرى أهم هدف يضعه المؤمن ليس الصلاة أو الزكاة، الصلاة والعبادات ليست هدفا على فكرة، وكل التعاليم التي أمرنا بها الله عز وجل من عبادات وأخلاق ليست هي هدف بحد ذاتها. الهدف الكبير أن كل هذا هو وسيلة نصل بها إلى لقاء الله عز وجل، إلى مرضات الله عز وجل. يعني الله عز وجل يقول: من كان يرجو لقاء الله. طيب، أنت لديك لقاء بعد أسبوع مع ملك، لا إله إلا الله. طيب ماذا تفعل؟ تجلس وعد العدة لا ينام الليل. صح. ويقول: ماذا سأطلب منه؟ ماذا سأكلمه؟ ماذا سيعطيني؟ ماذا كذا؟ ماذا ولله مثل الأعلى سبحانه وتعالى. فأنا أرى أخي الأستاذ راضي، أسأل الله أن يرضيك في الدنيا والآخرة، أن أقوى هدف يضعه المؤمن لنفسه هو لقاء الله عز وجل، ويضع هذه الآية قانون أمامه.
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. عندما تضع لقاء الله هو الهدف سوف تسعى أوتوماتيكيا لتحقيق هذا الهدف. كيف تسعى له؟ ستعمل على إرضاء الله. طيب كيف يرضى الله عني؟ الله قال لي مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن أنا عندما أجد إنسان صادق أكون معه، أكون في المواقف الصادقة، أترك الكذب. ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أترك الكذب. عندما أمرني الله عز وجل أن أصوم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أنا أحاول أن أصوم أكبر عدد ممكن من الأيام. عندما أعلم أن الله عز وجل مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، أنا أسعى لأن أدخل في معية الله عز وجل فأكون من هؤلاء الصابرين. وإن الله لمع المحسنين، أسعى أن أكون محسنا لأدخل في معية الله عز وجل. معنى الإحسان هنا، هل إحسان في العمل ولا إحسان للغير؟ الإحسان هنا إحسان في العمل وإحسان للغير وإحسان بالقول وإحسان في العبادة وإحسان في العبادة والصبر. يعني لو أردنا أن نتحدث بشكل، هو نوع من أنواع الإحسان. أنا عندما أصبر على أذى جاري مثلا فأنا بالنتيجة أحسن له. والإحسان هو أعلى نوع من أنواع العطاء. أنت قد تعطي إنسان شيء ولكن هذا الشيء ربما تكون يعني تعطيه شيئا وتمشي. قد تعفو عن إنسان ولكن أنت كاره له. ولكن الإحسان أن تكرم هذا الإنسان وتعفو عنه وتغفر له وتبقى معه ويعني تقدم له كل ما يريد. إذن الإحسان عبادة عظيمة لله عز وجل. والإحسان والصبر مترافقان أيضا. يعني سيدنا يوسف عليه السلام صبر على أذى إخوته وأذى زوجة العزيز وأذى الناس من حوله ومحنة السجن. نعم. ماذا قال لهم؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكأن الله يريد أن يعطيك تعريف للإحسان، هو التقوى والصبر. مزيج. إذن يعني التقوى مع الصبر يعطيك نوع من أنواع الإحسان. وبالتالي ما الذي يمنعني أنا كإنسان أن أحسن للآخرين وأحب لهم الخير وأصبر على أذاهم وأقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأكون مع الله؟ يعني إن الله مع الصابرين، يعني هذا مفهوم عظيم جدا. حتى على مستوى الأكل الطعام، كثير منا يقرأ هذه الآية ولا يفكر فيها. مثلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب نقرأها ونمشي. هل يفكر أحدنا أنني أنا عندما آكل وأشعر أنني يعني تجاوزت الحد أو أثقلت قليلا أتذكر أنني أخرج خارج محبة الله إذا أسرفت في الطعام والشرب؟ وبالتالي هذه الآية تجعلني أصبر على شهوة البطن أو شهوة النفس. النفس. نعم. ابتغاء مرضات الله وطمعا في حب الله يدوم عليه. بالضبط. عندما أخرج في الشارع أو أجلس أمام التلفزيون أو اللابتوب أو الموبايل، وربما تخرج فتاة جميلة، عندما أغض بصري وأنا أتذكر قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يعني أنا عندما أغض بصري ابتغاء مرضات الله
وخوفا من عقاب الله، ولأن هذا يرضي الله. يعني الإنسان عندما يحب إنسانا يحاول أن يرضيه، وهذا في حق البشر. فكيف إذا أحببت الله عز وجل الملك؟ فإذا ستستمتع بكل أمر أمرك به عندما تطبقه. أمرك أن تغض بصرك ستجد حلاوة في القلب، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يجد حلاوة في قلبه إذا ترك النظر إلى ما حرم الله. نعم. إذا كنا يعني كان المسلم مطالب بالصبر على متاعب الحياة، نعم، ومع الغير، أعتقد أنه أجدى وأقوى وأنفع وأشد طلبا مع أهل بيتي. صحيح. وكما قال سيدنا النبي خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. كيف يصبر الزوجة التي ابتلي بزوجة يعني منكد عليه عشته بالمصري، أو الزوجة التي برضو ابتليت بزوج يعني لا يعطي حقها؟ نعم. كيف يكون الصبر؟ والله مشاكل الحياة كثيرة، وإبليس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عرشه على الماء ويرسل سراياه ليفرقوا بين المرء وزوجه. يعني إبليس عمله يبدأ من داخل البيت. لماذا؟ لأنه إذا خرب البيت خرب المجتمع كله. يعني يكفي أن يكون في كل بيت مشكلة تجد أن المجتمع سيفسد بأكمله. أنا وجدت شيء يعني غريب في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عالج هذه المواضيع بكل بساطة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لديه مشاكل في بيته، كان هناك أمور بسيطة جدا، أمور بسيطة جدا وأقل من عادية. لم يضرب امرأة، لم يصل إلى حد أنه شتم امرأة. طيب ما الذي فعله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ بكل بساطة أنه طبق تعاليم القرآن. يعني أنا عندما أدخل إلى هذا البيت أول شيء يجب أن أتنبه أن هناك شيطانا يريد أن يحدث مشكلة ما. فأول شيء في بيتك يجب أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن استعاذ بالله من الشيطان، إذا دخل إلى الخلاء أو الحمام ليقضي حاجته استعاذ بالله من الشيطان، إذا فعل كذا كان يقول بسم الله، كل شأن كان ذكرا الله في كل أحواله، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ويستعيذ بالله، حتى إذا يعني أتى أهله يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. ما معنى يستعيذ بالله؟ أي أنه يطلب الحماية والحفظ من الله، أن يجعل بينه وبين هذا الشيطان حائزا وقاية. نعم. يعني يلتجئ إلى الله عز وجل. فأول شيء يجب أن نذكر الله كثيرا في بيوتنا، وهذا الأمر وجهه الله لنساء النبي. نعم. أن يذكرنا الله كثيرا. نعم. نعم. في بيوتكم. نعم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكم. نعم. الشيء الثاني أن هذا الشيطان بينه وبينك عداوة. الله عز وجل ماذا قال؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. وبنفس الوقت أنت لا ترى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. طيب بالله عليك، أنا إذا أخبرتك أن هناك لص في بيتك الآن مثلا، هل تستطيع أن تدخل أو ماذا؟ هل تستطيع أن تنام؟ لا طبعا لا تستطيع قبل أن تطرده. نعم. لو دخلت جرادة مثلا أو نعم. فأر فتجد البيت عندكم الفأر؟ نعم فأر. نعم. تجد البيت كله ينشغل به. طيب كيف إذا كان هناك عدو حذرك الله منه وأمرك أن تتخذه عدوا؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما معنى فاتخذوه عدوا؟ يعني يجب أن تحذر منه في كل لحظة. فأنا في هذا البيت أول شيء يجب أن أطرد الشيطان بالمحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله، الاستعاذة. مثلا من منا اليوم يتذكر عندما يدخل إلى بيته أن يقول
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. هذه كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. من منا يتذكر اليوم إذا دخل إلى بيته يسلم. أن يسلم وأن يدعو الله وأن يعني يستعيذ بالله في كل عمل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أنت أول شيء طردت هذا الشيطان. الخطوة الثانية، المرأة في البيت يمكن أن تكون كنز، ففي كل الحالات أنت مستفيد. يعني إذا كانت امرأة صالحة فستكون سببا في دخولك الجنة إن شاء الله. طب إن كانت امرأة سيئة لك أجران، أجر الصبر عليها وأجر هدايتها، لأن الله قد يهديها ببركة كلامك وصبرك وحلمك وأناتك ودعوتك لها بالقول اللين. يعني انظر إلى سيدنا موسى وهارون، عندما أرسلهم الله إلى فرعون، فرعون ماذا كان يفعل؟ كان يذبح الأطفال ويستحي النساء وكان يقول أنا ربكم الأعلى. يعني انظر إلى هذا الطاغية كيف أمر الله موسى أن يتعامل معه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب إذا كان هذا الحال مع فرعون، طيب أحدنا يعني أيخسر شيئا إذا قال كلمة طيبة لزوجته؟ مع العلم أن زوجتك والتغافل عن الهفوات، يعني كما قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، اللبيب من يتغافل ولا يغفل. بالضبط، إذا تغافل عن هفوات الزوج، وبالعكس أيضا الخطاب موجه للزوج أيضا. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. ما معنى استوصوا؟ يعني يجب أن تصبر على بعض الأمور التي تصدر منها. بالنسبة للزوج السيء أيضا، الزوجة التي تصبر وتبتغي عند الله الأجر سبحانه وتعالى، ثق تماما أنها ستكون في حالة نفسية أفضل بكثير من الزوجة التي تصرخ وتنتقم ويعني هذا الأمر. الصبر فيه فوائد كثيرة جدا بين الزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم، بارك الله فيك. يعني كما أخبرنا الكريم سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. ولنا في الصحابة والتابعين أيضا الأسوة الحسنة. يعني يحضرني أحد الصالحين أو أحد التابعين كما ذكرت فيما معناه، ابتلي بزوجة ناشز. نعم. فأصحابه وأصدقائه طلبوا منه أن يطلقها. فقال لا أطلقها، أخشى أن أطلقها فيتزوجها غيره ويبتلى بها. سبحان قال الله. قالوا له طب ماذا أنت فاعل؟ قال أصبر واحتسب وأعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أيما رجل صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله مثل ما أعطى أيوب على بلائه، وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ما أعطى أسياء زوجة فرعون. سبحان الله. وكما ورد في الأثر يعني. إذن هذا مكسب. نعم. قلت لك كنز. نعم. سواء يعني كان لدى هذه الزوجة زوج سيء، هذا مصدر للحسنات. يعني الصبر هذا المرء يؤجر رغم أنفه. صحيح. يجب أن ننظر إلى الصبر على أنه شيء جيد وأنه عطاء من الله. وما أعطى الله عطاء للمرء أوسع من الصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصبر ضياء. صبر ضياء، يعني أنا أمامي قبر سأدخله، طيب ألا أجهز شيء نورا لي في هذا القبر؟ تصور أنك ستدخل إلى قبر وربما تبقى فيه إلى ما شاء الله مئات آلاف ملايين السنوات. طيب كيف نضيء هذا القبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ملخص بسيط لكل هذا الأمر، والصبر ضياء. كلمتين فقط. أنت عندما تصبر يجب أن تتخيل أن كل لحظة كل ثانية تصبر بها
ستضيء قبرك سنوات طويلة. الله أكبر. كل ثانية صبر. الله أكبر. كلما صبرت على أذى زوجتك وبخاصة الزوجة لأنها أقرب الناس إليك، وكلما صبرت الزوجة على أذى زوجها الله عز وجل سيعطيها الضياء في قبرها. هل هناك أجمل من ذلك؟ زائد المردود الفعلي على حياتها بقى الزوجية وأولادها، زائد أنها ستكون في حالة أفضل، لأن الإنسان الذي يصبر أفضل بمليون مرة من الذي ينتقم، لأن الانتقام والعنف يولد العنف ومضر جدا بالنسبة للقلب، على عكس الإنسان الذي يصبر ويحتسب. وبالتالي أنت الخطوة الأولى طردنا الشيطان من البيت بالاستعاذة، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قرأنا القرآن أو استمعنا للقرآن، صبرنا على أذى بعض، كلا الزوجين يعني، نتذكر أن الله جعل بيننا مودة ورحمة كما قال وجعل بينكم مودة ورحمة. يجب أن أتذكر هذه الآية. فإذا كان أحد الزوجين ليس لديه مودة ورحمة، على الآخر أن يوجد هذه المودة والرحمة من خلال صبره، من خلال كلامه الطيب، من خلال إكرامه. كما قلت خير الناس أكرمهم لأهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم. والإنسان عندما يكرم أهله هذه منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. ثم بالنسبة للرجل الله عز وجل أعطاه قانون جميل جدا ويساعده على تحمل مشاكل الحياة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الخير الكثير ذكر مرتين في القرآن فقط، في هذا الموضع، في هذا الموضع وفي الآية الأخرى في سورة البقرة، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كأن الله يريد أن يقول لك كما أن الحكمة فيها خير كثير، كذلك المرأة هذه قد يكون فيها خير كثير، ولكن بشرط أن تصبر وتحتسب، لأنك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله الأزمات كثيرة جدا. نعم. والمشكلة أن معظمنا يغفل موضوع أو خطورة الشيطان. الشيطان يريد أن يثقل الإنسان بالهموم والمخاوف. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فكيف يخوفنا الشيطان من المستقبل؟ يعدنا الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، يقول لنا هناك أزمات لن تحل، هناك وباء سيضرب العالم. على فكرة يعني اليوم ما يثار في الإعلام العالمي الشيطان ليس ببعيد عنه، يعني عندما تجد على الفضائيات التخويف والتهويل وأن هناك مجاعات ستضرب العالم وأن هناك انهيارات اقتصادية وأن هناك أوبئة أخرى مثل كورونا وغيره وكذا وكذا، هذه كلها أساليب الشيطان على فكرة. المؤمن يجب أن يعلم أن كل هذا عبارة عن تخويف لا قيمة له، لأنني أنا كمؤمن معي الله. الله أكبر. سيدنا موسى كان أمامه البحر ومن ورائه فرعون وجنوده. نعم. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، يعني قمة الخوف يجب أن يعاني منها من وقف هذا الموقف. سيدنا موسى لم يكترث ولم يهتم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. عفوا، حتى بعض الجنود بعض أصحابه قالوا إن المدركون. نعم. خلاص لا محالة، لا مفر، البحر أمامنا. نعم. وفرعون خلفنا. بالضبط. نعم. فهو عليه السلام لم ييأس من الله عز وجل ولم يخوفهم ولم يستجب
لنداءات الخوف قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذا الإله العظيم الذي خلقني هل يتركني لهذه الأوبئة وهو خالق الأوبئة سبحانه وتعالى؟ من الذي يخلق كل شيء؟ من الذي خلق هذا الفيروس مسمى كورونا؟ من الذي خلق الشياطين والإنس والجن؟ من الذي يتحكم بالعالم اليوم؟ بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، هو القيوم القائم على شؤون الكون وشؤون عباده. لذلك أنا أريد أن نعمم ثقافة المعية مع الله، إن معي ربي سيهدين. وهنا أنا فقط يعني سأخرج قليلا لأن هناك ملاحظة قيمة في هذه الآية الكريمة، أن سيدنا موسى يعلم بما أخبره الله وبما علمه الله أن بني إسرائيل سيعبدون العجل فيما بعد. لذلك من الخطأ أن يقول لهم إن معنا الله لاحظة أو إن الله معنا، لا، قال إن معي. هو يعلم أنهم لن يدخلوا في معية الله لأنهم سيعبدون العجل. المعية مقصورة على سيدنا موسى فقط. نعم. بينما عندما تعرض لموقف مشابه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فالغار من ورائه والأعداء من أمامه، وهو موقف عصيب جدا، هو مختبئ في الغار هو صاحبه، وهو في الغار صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، يعني معي ومعك. نعم. وهذا دليل على أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه دخل في معية الله ولم يرتد كما يدعي البعض، يدعون أن بعض الصحابة ارتدوا، هذا الكلام غير صحيح. فهنا قال عليه الصلاة والسلام إن معنا، لا إن تحزن الله معنا. إن لا تحزن، إن الله معنا. إذن هذا الموقف الذي تعرض له أنبياء الله جميعا كان لديهم ثقة كبيرة بالله عز وجل. ما هو مصدر هذه الثقة؟ هو الإيمان بالله، هو معرفة قدرة الله عز وجل. يجب عليك أخي الحبيب أن تدرك أن كل ذرة من ذرات الكون لا تتحرك إلا بأمر الله. فهذا الإنسان الذي تخشى أن يظلمك، أو تخشى أن يقطع رزقك، أو هذا تخشى من شخص أن يسيء إليك، أو تخشى من الفقر، أو تخشى من مرض، تخشى من هذا الفيروس أن يصيبك، كل أنواع الخوف هذه بالنسبة للمؤمن ستنقلب إلى اطمئنان بشرط واحد فقط، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الكون سبحانه وتعالى. فهذا الفيروس لا يأتي من تلقاء نفسه، بل هو موجه. نعم. حتى الورقة التي تسقط بأمر الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا عندما أعلم أنه لن يضرني أحد إلا بإذن الله، ولن ينفعني أحد إلا بإذن الله، ولن يصيبني مرض إلا بإذن الله، ولن أكسب يعني أي رزق مهما كان قليلا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فعندما أعلم هذا الأمر أنا أطمئن ولا أخشى شيئا، لأنني أشعر أن الله سبحانه وتعالى معي وهو سيهديني، إن معي ربي سيهدين. هل من وسائل بتعين المسلم على الصبر أو التصبر، وخاصة الشباب؟ يعني الشباب اليوم محاط كما تعلم حضرتك بأنواع شتى من الفتن، صحيح، داخليا وخارجيا، غير السهام المصوبة عبر السوشيال ميديا، عبر وسائل إعلامنا للأسف الشديد، فماذا تنصح، بماذا تنصح هؤلاء؟ يعني وسائل الصبر اليوم على رأسها الثقة بالله، ونعم بالله، أن أثق بالله سبحانه وتعالى. طيب الثقة بالله كيف تتولد؟
من خلال العلم بالله. طيب العلم بالله من أين يأتي؟ من خلال طريق واحد هو تدبر القرآن. يعني لا يوجد لدي طريقة أخرى أستطيع بها أن أكسب قوة في الإرادة والعزيمة وأكسب ثقة عالية بالله عز وجل إلا إذا قرأت كتاب الله. لأن التعاليم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، يعني القرآن هو موسوعة علمية ضخمة جدا تجعلك أقوى الأقوياء في العالم إذا تعرفت وعرفت من هو الله. يعني أنت إذا قلت لك إن فلان معك، طب فلان هذا ما هي حدود قوته؟ إذا كان إنسانا ضعيفا تقول أبعده عني. صحيح. لا أريده. صحيح. أما إذا كان إنسان غني قوي ذو منصب ذكي، ذو جاه، ذو منصب ذو جاه، بس تطمئن. صحيح. بل يشعر بالفخار كمان. بالضبط. فأنت لماذا اختلف رد فعلك وهو عبد مثله، وهو عبد مثلك؟ إذن عندما عرفت قدر هذا الإنسان، فالإنسان الذي لا يعرف قدر الله كيف يثق بالله وكيف يطمئن وماذا يعني بالنسبة له أن الله معه؟ هناك من الناس من لا يعلم من هو الله أصلا. لذلك التدبر هو أول خطوة على الطريق أن تكون واثقا بالله سبحانه وتعالى، أن تفهم آيات القرآن. الشيء الثاني أن تتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف صبر. يعني أنا عندما أتأمل قصة الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أنا هذا الموقف يجب أن أتعلمه، سيمنحني قوة في المواقف الصعبة التي أخوضها. أنا عندما أذهب إلى نبي كريم مثل سيدنا يونس في ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلمات الليل، اجتمعت عليه هذه الظلمات، لا تستطيع قوة في العالم أن تنقذه. الذي أنقذه هو معرفته بالله، لأنه عرف وعلم أن الله قادر أن ينقذه، لذلك مباشرة قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لقوة يقين واتصال بالله سبحانه وتعالى. بالضبط. نعم نعم. خذ الأنبياء جميعا، كل الأنبياء تجد لكل نبي قصة. سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يعقوب أبو يوسف، مضى عشرات السنين على غياب ابنه وهو لم ييأس بل كان يمنح التفاؤل. يعني تصور شخص مثل سيدنا يعقوب تعرض للأذى من أولاده، فقد أحب أبنائه إلى قلبه، ثم فقد ابنه الآخر واتهموه بالسرقة وهو يعلم أنه بريء، هذا أذى من نوع آخر، وكل أنواع الأذى وكل أنواع الحزن اجتمعت عليه. طيب ماذا كان موقفه؟ قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كان هو يمنحهم التفاؤل، المفروض هو أن يحزن، المفروض هم من يقوي عزيمته، المفروض أنه يحتاج لمن يواسيه، كان هو يمنح التفاؤل للآخر ويواسي غيره. صحيح. نعم. لذلك أنت كمؤمن إذا عرفت من هو الله وعرفت قدرة الله في الكون وعرفت أن الله لن ينساك ولن يتركك ولن يتخلى عنك وأنك داخل ضمن معية الله ورعاية الله فإنك بأعيننا، في هذه اللحظة صدقني أنت ستتحول لكتلة من التفاؤل، تمنح التفاؤل للآخرين وتمنح الثقة بالله للآخرين. سبحان الله. فهذا هو، هذه هي الخطوات العملية وهي سهلة جدا.
أن تدرك من هو الله، أن تتعرف أن هذا البلاء له حكمة وهدف، أن الله يرفعك به. نبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث كثيرة جدا تؤكد، يعني أنا ألخص لك هذه الأحاديث بكلمات قليلة، تؤكد أن كل بلاء مهما كان قليلا، حتى الشوكة يعني، حتى أي شيء، لك أجر عظيم عند الله به. وما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم، نعم، حتى الشوكة والشيكة، نعم، 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 يؤجر بها. نعم. إنسان تكلم عليك بسوء، استيقن أن لك أجرا عند الله. صحيح. إنسان أساء إليك، ثق تماما لك أجر بذلك. ظلمت، لك أجر. أوذيت، لك أجر. الأنبياء كلهم أوذوا. نعم. وأوذوا في سبيلي. لذلك يعني هذه المعرفة بالله وبرسل الله سبحانه وتعالى تجعلني أصبر أكثر، وأحب هذا الصبر، وأصبر الصبر الجميل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ومفتاح الجنة هو الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بارك الله فيكم. يحضرني باشمهندس موقف لأحد الصالحين ابتلي ابتلاء شديد، ومع ذلك كان يقول كلما هممت ببوح حزني تذكرت استحييت من قول ربي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فربنا جعلنا من الصابرين وإياكم إن شاء الله. نأتي إلى الجوائز، نأتي إلى الخيرات. طيب. نأتي إلى إيه؟ يعني ما أعده الله سبحانه وتعالى من ثواب وأجر للصابرين المحتسبين. ما الحكمة من إخفاء أجر الصابرين وجعلها الحق سبحانه وتعالى بغير حساب والآيات عديدة كما تعلم حضرتك فيها؟ نعم. نعم. والله الإنسان دائما يعني يعيش بالأمل. نعم. يعني سأقول لك مثال سريع جدا عن حكم، هو ليس إخفاء بمعنى إخفاء، هو فقط تأخير للأجر. يعني أفمن وعدناه وعد أفمن وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة هو من المحضرين. طيب إنسان وعدته بمبلغ من المال، وهذا المبلغ مجرد أن حصل عليه لم يعد هناك متعة بعد ذلك، سينتظر المبلغ الثاني والثالث وهكذا. وهذا يحدث عندما يشتاق الإنسان للطعام، بمجرد أن يأكل انتهت التهل. طيب إنسان فقير معدم تراكمت عليه الديون، ووعدته بجائزة مقدارها مثلا مليون دولار، ولكن بعد سنة خلال هذه السنة سيكون أسعد الناس لأنه ينتظر المكافأة. فالله عز وجل من رحمته وكرمه بعباده أنه وعدنا وعدا حسنا، ولكن بنفس الوقت أعطانا دلائل تدلنا على أن هذا الوعد صحيح بالفعل، وتدلنا على أن وعد الله واقع لا محالة. وبالتالي المؤمن يكون في حالة يعني تلهف، تشوق، اشتياق لله عز وجل، اشتياق للجنة، اشتياق لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام، اشتياق للدخول في عباد الله الصالحين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فإذا لو أعطانا الله سبحانه وتعالى جائزة الصبر في الدنيا، في الدنيا اللذات تنتهي بسرعة ومحدودة، محدودة. نعم. ولا تستمر طويلا. صحيح. وهذا الأمر في كل الجوائز التي يحصل عليها الإنسان، عندما تحصل على مكافأة من المال أنت يعني تشعر بسعادة مؤقتة ثم تختفي هذه السعادة. إذا تزوجت امرأة جميلة أيضا هناك سعادة مؤقتة ثم تختفي، تتحول الأمور إلى حياة عادية. إذا جاءك مثلا وظيفة
تحلم بها وتحققت تشعر بالسعادة لفترة ثم تختفي. هذه طبيعة الدنيا، أن اللذة والسعادة محدودة جدا، ولكن السعادة واللذة في الآخرة مفتوحة خالدين فيها أبدا. لذلك الله عز وجل يبشرنا وبشر الصابرين وبشر الصابرين، فهذه البشرى تجعلك في حالة انتظار وترقب. أحد الأغنياء أو أحد الناجحين سئل ذات مرة من هو أسعد الناس، فقال ماذا تقولون، فأحدهم قال من يملك المال، قال غير صحيح، لأن المال له فترة تستمتع به وتنتهي، يصل لحالة الإشباع الإنسان. من يملك النساء، من كذا، لا. قال الذي أسعد الناس الذي يضع هدفا بعيدا أمامه ويسعى إلى تحقيقه، فترة تحقيق هذا الهدف هي السعادة الحقيقية. الله أكبر. الله. وبالفعل يعني، فلذلك المؤمن في حالة اطمئنان بذكر الله وفي حالة سعادة، لأنه يسعى لماذا؟ للجزاء الأوفى. نعم. للجزاء الأوفى. نعم. نعم. إنما وفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. ليعلم المبتلى الصابر. نعم. أن عطاء الله بلا حدود. صحيح صحيح. نعم. سبحان الله. جزاكم الله خيرا. حتى يتبين لهم أنه الحق.